احنا وقفنا في الفيديو اللي فات ان احنا ظبطنا الجزء الخاص بالكنترولز بتاعت التشيك بوكس. تعالى نزود اوبشن او نعمل كومبوننت تانية، ان انا اعمل تشيك بوكس جروب لو عايز احط اكتر من تشيك بوكس جنب بعضه. طب ممكن نعمل الكلام ده ازاي؟ بكل بساطة شديدة جدا جدا، ناخد ده كده كوبي، اقوله كده تشيك بوكس جروب. اوكي، دي غيرها كده اسمها تشيك بوكس جروب. تمام، دي هتاخد عندي ايه؟ ممكن اضيف لها ليبل، بس هو هنا في المثال اللي عامله هو مش ضايف لها ليبل، بس احنا نقدر نضيف لها ليبل عادي جدا. هو هنشوف هنضيف لها ليبل ازاي. وفي نفس الوقت هيبقى عندي التشيك بوكسز. التشيك بوكسز دي عباره عن التشيلدرن اللي موجوده فيه، فانا هيبقى في عندي الليبل وفي عندي التشيلدرن بتاعتي، لان هو ما فيش عندي اوبشن للنيم زي التاني. فانا كل اللي انا هعمله ايه؟ هاجي امسح ده كده. انا مش محتاج غير الليبل والتشيلدرن، كل ده انا مش محتاجه في اي حاجه. هاجي امسح ده كده كله. فدي فورم جروب. انا كده نعمل لها كده فورم جروب تاريال يو اي ليبل، مش عارف، لا مش ليبل، هخليها رو. ممكن برضو نضيف اوبشن اذا كنت عايزهم تحت بعض ولا جنب بعض، فنفس الفكره برضو اقول له رو. لو كنا فاكرين واخدنا من الجزء بتاع انا طبعا مش محتاج ده، تمام، واخدنا من الجزء بتاع الراديو انبوت او راديو جروب. تمام، انا طبعا هنا عندي الشيلدرن، حتى ممكن تعال نحطها كده مؤقتا children، الراديو للشيلدرن، الليبل. تعال نضيف الليبل، او تعال نشوف الاول كنا ضايفينها ازاي في الراديو. فين الراديو جروب؟ شوف كان اسم الفورم ليبل. تمام، هو ده طبعا المفروض هيبقى باي ديفولت الليبل فيه ريكوايرد. لا مش شرط يبقى ريكوايرد، ممكن اخليه كده ليبل. اوكي، قطعت كده ظريفه. تعالى كده نجرب. هنا بقى دلوقتي انا في عندي الليبل، ما عنديش النيم طبعا، ما عنديش الاون تشينج، ما عنديش الديفولت، عندي الرو بوليان، عندي التشيلدرن. دي كده ممكن اقول له ايه؟ تبقى نود. ماشي، طيب الاونت تشينج انا مهول له انا الرو باي ديفولت بترو، اللي عايز تشتغل بيشتغل، مش عايز يعني محدش ايه ضربك على عينك. طيب اجي انا اقول له تشيك بوكس، تشيك بوكس جروب ليبل. هقول له مثلا سيلكت، هقول له مثلا كولرز. اجي انا ممكن اقول له مثلا ليبل ريد، الفاليو ريد. تمام، ده مثلا خليه يقول له كده جرين، جرين، ومثلا بلو والفاليو بلو. تعال نشوف كده هتشتغل ولا هتضرب. هي دي لحظة ارتجالية الصراحة معاكم، أنا ما جربتهاش لسه. تشيك بوكس، اوكي، تعال نشوف مين اللي بيضرب. سوري، تشيك بوكس جروب، بيست بيست. اوكي ماشي، ممكن الكالر او الاستاذ ده. تعالى كده نجرب، مش عارف، لو حطيناه جوه ديف مثلا اشوف اللي هيحصل. انا هجرب بصراحة بس متقطعش برضو، مش مظبوط. طيب ممكن نعمل حاجة تانية، اجي اخد ده كده بره. هنشوف هيظبط ولا لا. ماشي كده، جميل كده، ظريفة جدا. الكالرز عندي اهي، النيم والبلو، بس خلاص كده ايه بقت ظريفة. هنشوف كده في ايرور محترم عندنا. ال component is changing ان كنترول مش عارف ايه. اوكي تعال نشوف دوت بيضرب ليه. عشان switch from uncontrolled to controlled، انا عايز اعرف في انهي كومبوننت اتكلم، على انهي واحدة. input span span مش عارف ايه، label for do the check line 109. اوكي طيب checked on a change.
احنا المشكلة عندنا كانت في الأستاذ ده المفروض تبقى بوليان فاليو، هو اللي بيطلع برضه عشان الناس تبقى واخدة بالها إن التشيك بوكس أو التشيك فاليو أندفايند. أندفايند بالنسبة له كأنها مش متعرفة أصلا، تمام؟ فدي لأ، أنا عايزها تبقى بوليان. فممكن أجي أقول له دي إيه بوليان باي ديفولت كده. فدلوقتي لما أجي أكليك هنا، تمام، تعال نتأكد برضه إن الراديو إنبوت لو إحنا عاملين فيها حاجة زي كده او ريديو جروب، لا ما عندناش حاجة زي كده اعتقد. تعال نتأكد. disabled اوكي. ممكن تعال نزود هنا بالمرة طالما احنا فاتحين دي. اقول له ايه other props، لو في عندي other props ايه خش ارزعها، ما حدش هيقول لك لا يعني. طب انا ليه ما حطيتش الباقي ده از اظهر بروبس؟ عشان انا عايز ابقى شايف الحاجات دي بنفسي. تعالى دي نخليها كده في الاخر. اوكي طيب تعالى دي نخليه مثلا التاني واحد ده checked ده، تعالى نخليه مثلا دي disabled، وتعالى مثلا نحط واحدة كده orange disabled checked، لكن هما كلهم شغالين تمام. بس كده ايه جميل قوي. طيب اعتقد كده الجروب عندنا بقت مظبوطة، الدنيا عندنا بقت شغالة تمام. ماشي، اعتقد كده مش محتاجين حاجة تاني اكتر من كده في التشيك بوكس والراديو انبوت لغاية دلوقتي.